السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط. وصلنا في الاجتماعيات إلى صفحة 70، النقل والمواصلات. يعد قطاع النقل بفروعه وأنشطته مكونا مهما للبنية الأساسية للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا تعليل نقدر نسويه، تعليل لماذا يعد قطاع النقل بفروعه. هذا تعليل، علل علل لماذا يعد قطاع النقل بفروعه وأنشطته مكونا مهما للبنية الأساسية للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق. الجواب، لما له من تأثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة وغيرها. هذا جواب التعليل، لما له من تأثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة وغيرها. ويعد العراق من الدول الرائدة في مجال استعمال النقل. لما؟ هذا أيضا تعليل، لماذا يعد العراق؟ هذا أيضا علل، لماذا يعد العراق من الدول الرائدة في مجال استعمال النقل؟ الجواب، لما يمتلكه من شبكة، هذا هو الجواب التعليل الثاني، لما يمتلكه من شبكة كبيرة تغطي أجزاء واسعة من أرضه، وتوجد أنواع عدة من الطرق وأهمها. هذه عدد سؤال، عدد أنواع الطرق في العراق، في العراق. الجواب، أولا الطرق البرية، وتضم السيارات والسكك الحديد، وهي أوسع الطرق انتشارا وأكثرها طولا. هذه تجينا على شكل فراغات، أوسع الطرق وانتشارا هي السيارات والسكك الحديد، هذا فراغ وأكثرها طولا. تشمل أولا طرق النقل بالسيارات، ثانيا طرق النقل بالسكك الحديد. عندنا سؤال، تكلم عن طرق النقل بالسيارات. هذا نسوي سؤال، تكلم عن طرق النقل بالسيارات. ترتبط مدن العراق بشبكة واسعة من الطرق المختلفة، منها الطرق الرئيسية والطرق السريعة وطريق المرور السريع الذي يربط وطننا العراق ببعض الدول المجاورة، ولا سيما الأردن وسوريا والكويت، والطرق الفرعية والتي تصل مدن العراق المختلفة وأقضيته ونواحيه مع بعضها بعض، ولهذه الطرق أهمية تجارية واقتصادية وحضارية كبيرة، إذ تنقل عن طريقها تجارة العراق الداخلية والخارجية. ويلاحظ من الخريطة رقم 19 أن محافظة بغداد تشكل النواة الرئيسية التي تنطلق منها طرق النقل الرئيسة. محافظة بغداد تشكل النواة الرئيسية التي تنطلق منها طرق، هذه يعني فراغ، يا محافظة تشكل النواة الرئيسية التي تنطلق منها طرق النقل الرئيسة التي تربطها بمحافظات وطننا العراق، وترتبط نهاياتها مع دول الجوار عن طريق منافذ حدودية لتسهيل حركة التجارة من خلال نقل البضائع والمسافرين. ثانيا طرق النقل بالسكك الحديد، يعد العراق من الدول الرائدة في مجال استعمال سكك الحديد في مجال النقل، وأول قطار تم تسييره في العراق كان عام 1914، وكان الاعتماد على شبكة سكك الحديد في نقل المسافرين. هذا أيضا فراغ مهم، في عام انطلقت أول رحلة من قطار في العراق كان عام 1914، وكان الاعتماد على شبكة سكك الحديد في نقل المسافرين ونقل البضائع كبيرا، لأنها رخيصة ولا تخضع لقواعد المرور ولا تتأثر بتقلبات الطقس. أما سلبياتها فتتمثل بعدم مرونتها، إذ إنها مقيدة الحركة بسكة الحديد. هنا عندنا تعليل كان علل، هذا أيضا تعليل، كان الاعتماد على شبكة سكك الحديد في نقل المسافرين كبيرا. الجواب، هذا الجواب، هذا مهم، هذا السؤال مهم، لأنها رخيصة الثمن ولا تخضع لقواعد المرور ولا تتأثر بتقلبات الطقس. هذا إيجابيات النقل بسكك الحديد، هذا الإيجابيات، رخيصة الثمن، لا تخضع لقواعد المرور، لا تتأثر بتقلبات الطقس. أما سلبياتها تتمثل بعدم مرونتها، يعني مو بأي مكان تقدر تتحرك به، فهي مقيدة الحركة بسكة الحديد. ثانيا الطرق الجوية، نظرا لما يمتاز به العراق من موقع جغرافي واستراتيجي مهم ومناخ جاف وسماء صافية، الأمر الذي أدى إلى تطور طرق النقل الجوي في العراق. ما الذي أدى إلى تطور طرق النقل الجوي في العراق؟ هذا سؤال، ما الذي أدى إلى تطور طرق النقل الجوي في العراق؟ هذا جواب السؤال الأول، هذا جواب السؤال.
نظراً لما يتميز به العراق من موقع جغرافي واستراتيجي مهم ومناخ جاف وسماء صافية؟ هذا السؤال وهذا الجواب. وتوزعت فيه الكثير من المطارات التي تنقل المسافرين والبضائع سواء داخل العراق أو إلى جميع أنحاء العالم، ومن أهم المطارات العراقية الدولية مطار بغداد الدولي، مطار الموصل الدولي، مطار البصرة الدولي، مطار أربيل الدولي، مطار السليمانية الدولي، ومطار النجف الأشرف الدولي. ثالثا، طرق النقل المائية النهرية والبحرية. يعد النقل المائي من أسهل وسائط النقل وأرخصها. لماذا؟ هذا السؤال. لماذا يعد النقل المائي من أسهل وسائط النقل وأرخصها؟ وسائل النقل وأرخصها. الجواب: إذ يمتاز بانخفاض تكاليفه وقابليته الكبيرة على استيعاب الشحنات الكبيرة، فضلا عن أنه لا يحتاج إلى صيانة الطرق التي يسلكها ولا سيما البحرية منها. ويقسم النقل المائي في العراق إلى قسمين. سؤال: عدد أقسام النقل المائي. هذا الجواب. أولا، النقل النهري الداخلي. يتمثل النقل النهري بنهري دجلة والفرات اللذين يخترقان وطننا من الشمال إلى الجنوب ويمران بأغلب المدن والمناطق الزراعية ويرتبطان عن طريق شط العرب بطرق الملاحة البرية عبر الخليج العربي. ثانيا، النقل البحري والخارجي. يتمثل النقل البحري في العراق عن طريق الخليج العربي الذي يطل عليه وطننا في القسم الجنوبي منه بساحل يبلغ طوله نحو 60 كيلومتر، فضلا عن شط العرب الذي تدخل إليه السفن ذات الحجم المتوسط للحمولة بسبب قلة عمق المياه فيه. ويضم وطننا العديد من الموانئ البحرية في شط العرب، منها ميناء أبو فلوس الذي يقع في منطقة أبي الخصيب في محافظة البصرة، وميناء المعقل والذي يبعد نحو 135 كيلومتر عن ساحل الخليج العربي. أما الموانئ المطلة على الخليج العربي فهي ميناء الفاو وميناء خور الزبير وميناء أم قصر، وتعد من أهم الموانئ التجارية بالنسبة للعراق، إذ تنقل عن طريقها تجارة العراق الخارجية إلى دول العالم المختلفة. هذا تعريف. عرف ميناء أبو فلوس. هذا تعريف. الذي يقع في منطقة أبي الخصيب في محافظة البصرة. ميناء المعقل. هذا أيضا عرف. ميناء المعقل الذي يبعد نحو 135 كيلومتر عن ساحل الخليج العربي. طبعا قبل ما نذكر التعريف نقول وهو من الموانئ المهمة في وطننا العراق. ونكمل. يقع في منطقة أبي الخصيب في محافظة البصرة. عرف ميناء المعقل وهو من الموانئ المهمة في العراق والذي يبعد نحو 135 كيلومتر عن ساحل الخليج العربي. عدنا الموانئ المطلة على الخليج العربي. هذا السؤال. عدد الموانئ المطلة على الخليج العربي. أولا، ميناء الفاو وميناء خور الزبير وميناء أم قصر. هذه الموانئ المطلة على الخليج العربي وتعد من أهم الموانئ التجارية بالنسبة للعراق. لماذا؟ علل. تعد. هذا علل. تعد الميناء الفاو وميناء خور الزبير وميناء أم قصر من أهم الموانئ التجارية بالنسبة للعراق. هذا هو الجواب. إذ تنقل عن طريقها تجارة العراق الخارجية إلى دول العالم المختلفة. أعزائي، وبهذا الموضوع النقل البحري الخارجي ينتهي درسنا لهذا اليوم اللي تناولنا فيه أهم النقل، طرق النقل والمواصلات في العراق، وهي أنها الطرق البرية وطرق السكك بالحديد والطرق الجوية والطرق النهرية أو المائية. انتهى درسنا لهذا اليوم أعزائي. أرجو الاشتراك في القناة إذا ما كنتم مشتركين، ضغطوا لايك وفعلوا جرس التنبيهات. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.